سوف تتمكن ويترمي الأعزاء من كتابة لا برودكسيون كريد بشكل جيد، وذلك في يوم الامتحان المقبل إن شاء الله. إذا سوف أخصص لكم عدة فيديوهات تطرق هذه المسألة هذه. إذا رجاء انشروا هذا الفيديو في جميع لي ريزو سوسيو، يعني في جميع الشبكات التواصلية والاجتماعية، لكي يتمكن جميع التلاميذ من الاستفادة. وشكرا لكم. هذا تفضل وليس إجبار. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جيكم الكتابي لفهم مستعب. الهدف من هذا الفيديوهات هو تحضير امتحان جهوي لمادة الفرنسية الأولى البكالوريا إن شاء الله في شتاء 2020. إذن سوف نتطرق في هذا الفيديو لفهم أسلوب جميل ديال لا برودكسيون كريت خاص بالتلاميذ المستوى ديالهم لا بأس به أو متوسط، ونترحب بجميع التلاميذ اللي بغي يستافدوا كذلك. إذن أولا سوف نتطرق إلى السوجي. alors سوف أقرأ لكم السوجي. les idées exprimées par la nourrice concernant l'éducation des filles vous semblent-elles dépassées ou toujours valables aujourd'hui? Justifiez votre point de vue par des arguments précis. إذن كيف ما شفتوا دابا، دائما السوجي عليه 10 نقاط، تيتمحور حول قسمين. القسم الأول هو تقديم ديال الإشكالية، لي زيدي إكسبريمي باغ لا نوغيس، معناها تعطيكم واحد الفكرة وتتناقشوها من بعد. لي زيدي إكسبريمي باغ لا نوغيس كونسيرنون لوديكاسيون دي في فو سومبل تيل، ها من هذه الإشكالية، فو سومبل تيل دي باسي أو توجور فالابل أوجوردي. ديال الأفكار تتعبر عليها لا نوغيس في مسرحية ديال أنتيغون دي جون ألويل بخصوص التربية ديال البنات، واش تتبدو لك مثلا تقليدية، معنى تقليدية معنى توجو فالابل أوجوردي، تقليدية باقا حد الآن باقا تستعمل ولا متجاوزة عنها. جوستي فوتخ بوان دو في باغ دي زارغيمون بريسي. إذا فاش بان لكم هاد النص الموضوع عبارة عن ثلاث جمل وثلاث أسطر، بالك هادشي قصير، كيفاش يمكن لك تبدا لا برودكسيون كريت؟ كيفاش يمكن لك تبدا كتابة ديال لانتخودكسيون ديفلوبمون؟ كيفاش تكون لا كونكلوزيون؟ هنا الإشكالية الكبيرة العويصة عند التلاميذ، كيفية البداية ديال لا برودكسيون كريت. إذا نشوف معايا الله يخليك، إذا عندك بزاف ديال الأسئلة. إذا يمكن الأسلوب الأول هو بلان سامبل، معنى عادي، تقدر تكتب أسلوب عادي جدا غير وجه النظر ديالك. البلان سامبل تيتمحور حول اما ريكيزيتواغ اما بليدواي، اما تتهاجم هذه الفكره، تتهاجمها معنى تتعارضها او تدافع عليها، هذيك تسمى بليدواي. اذا البلان سامبل تنقسم الى قسمين، كاين بليدواي وكاين ريكيزيتواغ. كاين بلان ديالكتيك، اليوم نخدمو بلان ديالكتيك باش تشوفو مزيان، يعني طويل شويه، وهذا بالنسبه للتلاميذ اللي متمكنين الفرنسيه. الفيديو هذا خاص بالتلاميذ اللي متمكنين الفرنسية ولا بغي يستافدوا اكثر، داكوغ؟ لان كيف ما تعرف الجميع بلان ديالكتيك تنقسم الى قسمين، كاين عندك ثلاث اقسام، عندك لا تيز، عندك لانتي تيز، وعندك بوان دو في بيرسونيل. اذا ثلاثه الاشياء خاصك تطرق ليهم، منهم لانتروديكسيون، كيفاش دير لانتروديكسيون، كيفاش دير ديفلوبمون، كيفاش دير كونكلوزيون، هذا مختلف تماما على لي زوتر بلان. بالنسبه للتلاميذ اللي عندهم نيفو متوسط شيء ما، ما نقدوش نقولو ضعيف، ولكن خصو شيء ما بدون متوسط، النيفو عندهم متواضع جدا في الفرنسية، تنصحهم يستعملوش بلان ديالكسي، داكوغ؟ غادي يفورسو على راسهم وما يجيبوش نقطة مزيانة، وغادي من الأحسن يستعملو بلان سامبل. كاين فيديوهات سوف نتطرق إلى بلان سامبل من بعد. المهم هاد الفيديو هذا ارتأيت اننا نديرو على شكل بلان ديالكتيك باش نبين للتلاميذ اللي مجتهدين، ماشي مجتهدين، ولكن التلاميذ اللي عندهم نيفو عالي جدا في الفرنسية لا بأس به بشكل متوسط، باش يطوروا الأداء ديالهم. هكاك خصهم يطوروا الأداء ديالهم ويتمكنوا من برودكسيون كريت باش يجيبو نقطة زوينة. على العموم بلان ديالكتيك تتعطى ليه نقطة كاملة،
اللي كان بدون اخطاء بدون هذيك سي 10 سور 10 الماكسيموم جو مغادي تجيبو 8 سور 10 يعني ما يعطي ما يمكنش تجيبو 10 على 10 في برودوي سيكريت مستحيل تقدر تجيبو 9 على 10 تقدر تجيبو 10 8 على 10 الى اخره ديما البرودوي سيكريت على 10 وليتود دو تيكس على 10 اذا المجموع هو علاش لان علاش قلنا الهدف ديالنا هو انكم تبازوا مزيان على البرودوي سيكريت وتبعوا الفيديوهات والفيديو اللي عجبكم حاولوا تنشروه في جميع المناطق ديال لي ريزو سوسيو باش يوصل للجميع التلاميذ داكوغ ما تبقاوش غير ريوسكم نتوما تستافدوا غير ريوسكم نتوما ولكن حتى الاخرين يستافدوا كذلك اذا نطرقوا دابا للانتروداكسيون اذا نقدم لكم دابا لانتروديكسيون الوغ كيف ما تعرفوا الجميع لانتروديكسيون تعتمد على ثلاثه اشياء مهمه ثلاثه اجزاء مهمه 3 بارتي اولا لا بريزونطاسيون دو لوغ اذا سوف نتطرق الان الى لانتروديكسيون تبعوا معي الله يخليكم اذا لانتروديكسيون فيه تقريبا ثلاثه اجزاء مهمه اول جزء هو تقديم العام ديال الموضوع اللي كاين عندكم في السوجي حاولوا تقدموه بطريقتكم الخاصه بصفه عامه داكوغ اللي لقيتو فعلا ان هذاك السوجي بحال هذا بحال هذا المثال اللي لقيتو السوجي عنده علاقه من بين الروايات بحال انتيغون ولا جون لا لا بوات ميرفاي ولا لو ديرانج كونداري خاصكم ولا بد ديروا تقديم ديال الروايه في الاول بحال هذا ليكزامبل اللي عندنا من بعد طرقوا لنص الموضوع بطريقتكم الخاصة قدموا نص الموضوع بطريقتكم الخاصة وفي الأخير طرحوا أسئلة يمكن لكم تجاوبوا عليها في العرض باش تربطوا العرض بالمقدمة دون لا تراجي دي مودرن تبعوا معي هاد المثال دون لا تراجي دي مودرن أنتيغون دو جون لويل بيبليي اون 1944 هذا هو التقديم العام ديال الرواية La nourrice présente une conception traditionnaliste. C'est le troisième sujet. La nourrice présente une conception traditionnaliste sur l'éducation des filles. Elle pense que ces dernières doivent être soumises à la volonté de leurs parents et doivent faire honneur à leur famille par un comportement digne comme le veut la coutume. إذن هنا كما شرحت لكم في الأول هذا فيه تقديم العام ديال الرواية وكذلك تقديم ديال الإشكال نحاول نبين لكم هنا باش تبان بصراحة دون لا تراجي دي مودرن أنتيغون دو جون ألويل بيبليو 1944 لا نوريس بريزونت إن كونسيبسيون تراديسيوناليست سور ليديكاسيون دي في اذا خاصكم تعلموا من دابا كيفاش يمكن لكم ديروا لونطري ديال الشادوفر ديالكم لونطري ديال البروديكسيون ديالكم لونطري ديال الانتاج ديالكم لونطري ديال التعبير الكتابي ديالكم دائما لقيتوا السوجي عنده علاقه مع الروايه ضروري من انكم تقدموا الروايه واخا بغير جوج جمل داكوغ باش يفهم هذاك المصحح انكم ربطتوا السوجي مع الروايه ودخلتوا دخله زوينه باش بقى متبع معكم هو دابا المقدمة هي اللي صعيبة بزاف قلت بصراحة المقدمة هي اللي صعيبة بزاف إن فوت تخدمها مزيان أتهنى من أتهنى من العرض ماشي مشكل دير دير عرض عرض قصير ولا عرض طويل ماشي مشكل المهم هو المقدمة تصايبها مزيان اعتمد بالأساس على لا لونتخي على تنقولو حنا الدخلة ديال برودوي سوكريت اللي صرعتيها مزيان راه برودوي سوكريت كله غادي يدوز عندك مزيان Donc dans la tragédie moderne, Antigone de Jean Alouil, publié en 1944, la nourrice présente une conception traditionnaliste sur l'éducation des filles. Elle pense que ces dernières doivent être soumises à la volonté de leurs parents. Ils doivent faire honneur à leur famille par un comportement digne comme le veut la coutume. هادشي حاجه ديالكم اوريجينال فهمتي شي كلمات ديالكم مريوسكم اوريجينال
شي دابا المصحف فاش تشوف فاش يشوف بانهم تتكتبوا بالكلمات ديالكم نتوما فوكابولير اللي في المستوى ديالكم تعطيكم نقطه مزيانه. اما اللي شاف اللي شفتو الناس كيفاش ديروا مثلا ولا تاخذوا شي كلمات ما عندها حتى علاقه بالموضوع غادي يقول لك خارج الموضوع، هذا هو الخطير جدا. اذا اعتمدوا على الكلمات ديالكم نتوما راسكم، هذه ما تحاولوش تنقلوا هادشي تال كلي، نقلوا الاسلوب فقط وليست الكلمات، خذ غير الاسلوب. شفتي بان السوجي عنده علاقه مع شفتي بان السوجي عنده علاقة مع الرواية، فهمني مزيان، شفتي بأن السوجي عنده علاقة مع الرواية، غادي تاخد بصفة عامة الرواية، تعرف بالرواية وتعرف كذلك بالإشكالية بحال اللي كاين. نكملو cela nous conduit à poser la question suivante. إذن هادي مزيان، هادي تبقى ديما تستعملوها باش تفصلوا ما بين باش تفصلوا ما بين المقدمه ديال بين المقدمه ديال هذاك البرودوي سيكريت ما بين الباقي. cela nous conduit à poser la question suivante. Les idées exprimées par la nourrice sont-elles dépassées ou toujours valables dans notre époque actuelle? إذن هذا السؤال هذا بالضبط هاد السؤال هذا بالضبط هو اللي خاصنا نجاوبو عليه في العرض. هو لو بروب لي زيدي اكسبريمي بار لو نوري سون تيل دي باسي او توجور فالاب دون نوتر ايبوك اكطويل. سي اسكو نو زيسيرون هادي ديما نديروها اي بيسكم دائما استخدموا هادي. سي اسكو نو زيسيرون دو ديمونتري ا ترافير نوتر ريفليكسيون. قالك هنا هي الانتروديكسيون هنا مزيان واضحة. قالك دون لا تراجيدي مودرن دانتيكون دي جون الويل بوبلي اون 1944 لا نوريس بريزونت ان كونسيبسيون تراديسيوناليست سور ليديكاسيون دي في ايل بونس كو سي دانيير دواف اتر سوميز ا لا فولونتي دو لور بارون اي دواف فير اونور ا لور فامي بار ان كومبورتمون ديني كوم لو فو لا كوتوم. هادي مزيان هنا في تقديم ديال الرواية اللي لقيت بأن كما قلنا لقيت بأن الرواية عندها علاقة مع السوجي، وكذلك تقديم الإشكالية بطريقتهم الخاصة. من بعد ديرو سولي نو كوندوي أبوز لا كيستيون سويفون، تقدمو السؤال اللي مطروح في نص الموضوع في السوجي. لي زيدي إكسبريمي بار لا نوريس سونتيل ديباسي توجور فالاب دون نوتر إيبوك أكتويل. من بعد يمكن لكم تكتبوا هذه العباره هذه سي كون نو سيرون دو ديمونتر ا ترافير نوتر ريفليكسيون. اذا هذوك بالاحمر دائما تكتبوهم باش تفصلوا ما بين فقره ما بين فكره وفكره، وفي الاخير كتبوا هذيك سي كون نو سيرون دو ديمونتر ا ترافير نوتر ريفليكسيون باش ننتقلوا ديريكتومون للديفلوبمون. اذا نكتفي بهذا القدر في الانتروديكسيون، وفي الفيديو القادم ان شاء الله تبعوني في الفيديو القادم سوف نقوم بتتمة ديال حتى دابا وصلنا لتقريبا 17 دقيقة يكفي للتالي. ومن بعد اذا الفيديو القادم ان شاء الله نحاول نكملوا هاد البرودوي سكريت ونعطيكم ليدي ديال ديفلوبمون لا كونكليزيون كيفاش تخدم. اذا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.